السلام عليكم ورحمة الله. في حلقة جديدة من الحلقات اللي كنقدم لكم في قناتي، قناة تنظيم وطبخ وتدبير تفرح ومدبنين. اليوم جبت لكم كيكة ديال الماء اللي هي عائلية واقتصادية وسهلة وسريعة التحضير. نخليكم مع المقادير والتفاصيل. ما تنسوا قبل ما تشوفوا الفيديو تعدلوا لايك وتعدلوا شير وتشتركوا معايا في القناة، وهني بكم. خليكم مع التفاصيل. على بركة الله نمشوا للمقادير. بالنسبة للمقادير عندنا هون العبار بالجيرة، الجيرة بهذا القياس هذا موين، تعود موين ما تعود كبيرة، كنتمنى تعود بانت لكم. عندنا المقادير، عندنا 4 بيضات بحرارة درجة حرارة المطبخ، عندنا جيرة ديال السكر حبيبات. نحاول نطفي الضوء باش ديال الكاميرا باش يبان لكم سكر حبيبات، جيرة نفس المقدار، جيرة ديال الزيت، جيرة ديال الماء، وعندنا جيرة ديال الدقيق. تقريبا هاد الجيرة كترفد 250 غرام، وعندنا جيرة او زلافة ديال بودرة الكاكاو. هذه بالنسبة الى تباغينها كحلة. بالنسبه الى عتو باغينها بيضاء، هاد الجيره ديال الكاكاو بدلوها بالجيره ديال الدقيق، يعني جيرتين ديال الدقيق. بالنسبه للخميره الحمراء الكيماويه، عندنا خميره 3 الخمارات حمر، نمشوا على بركه الله. وعندنا طبعا باش غنسقوا هاد الكيكه، الكيكه كتجي اقتصاديه وعائليه. اول شيء كنخدم البيض مع السكر، نضيف السكر بسم الله، ممكن إضافة رشة ملح، ونخدمو البيض عالي والسكر. سمحولي هون قطعت الفيديو ومشيت نوجد الطاوة، نسيت ما وجدتها. الطاوة هون دهنتها بالزبدة و دردرت عليها بصفايه، دردرت عليها بودرة الكاكاو. دائما الكيكة اللي كتعود مصايبة بالكاكاو كحلة، اخير فينا نعدلو لها الكاكاو. علاش؟ لانه ما كيخلي داك الديك الابيض كيبقى لنا في الكيكة، كتجي لونها شين من برا، هي كحلة من الداخل وفيها هذيك الجلفة ديال الديك الابيض، ماهي زينة. اللهم الكاكاو كيمشي معاها زين وكيعطيها واحد اللون رائع. إذن عقب ملي خدمنا البيض مع السكر، نضيفوا الزيت بسم الله، عرفوا دائما بين النصائح اللي نعطيكم دائما واحد الفوطه تعود ديال الكوزينه ملصقتها في الطابليه، شفتوا راهي لاصقه في الطابليه، وقت ما بغيت نمسح شي ايدي ولا نسيت شي بيدي بغيت نمسحو، تعود نقيه خاصه باش ما انت نوسخ الباسي ونوسخ الزيوف اللي عندي. نضيفو زلافه ديال الماء، والله جيره ديال الماء كيف ما بغيتو تسموها سموها. صافي تنحس عن العناصر دامجت، صافي كنضيف الدقيق والكاكاو بسم الله. كنقولكم دائما خاصهم يعودوا مغربلين. بالنسبه للكاكاو انا ماني مغربلته هون اصلا، شفتوه فيه حبيبات. بالنسبه للدقيق اصلا مغربلته، كيف كنقولكم راه نطرح لكم رابط الوصفه ديال طريقتي في الحفاظ على الدقيق ومجموعه من النصائح، راكم اللي تشوفوها ان شاء الله، ونخليها لكم في صندوق الوصف بسم الله. صافي لين تم ماشي على هذا المنوال، نضيف الجيره كامله ديال الكاكاو بهي الطريقه، ونرجع لكم باش ما نطول عليكم فيديو. بالنسبه للسيده اللي ماي باغيه هاد الكيكه ديال هاد الحجم هذا، كينفع قباله بالنسبه للموظفات، بالنسبه للناس اللي كتشتغل ما هي صايبه تم تعدل كل نهار، ما صالح لها كل نهار تعدل وصفه للاطفال. هذه كتعدل ليها كتفوت 4 ايام 3 ايام، كل نهار كيبدو منها مورسو، كتهنيك بداك النهار كل نهار تعدل الكيكه. بالنسبه وحتى الى جاتك العائله كتنفع في العائله قباله. بالنسبه للطفيلات انا هون درت ايديا، بالنسبه للطفيلات
اللي ما هم ما عندهم عيال ولا باغين يعدلوها صغيرة يجربوها، كنعدلوها ببيضتين وبكاس ديال سنيده، كاس ديال السكر، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، وكاس ديال الماء، وهذا وكاسين ديال الدقيق او كاس ديال الدقيق وكاس ديال الكاكاو، وخمارتين حمر. صافي الجيره الاولى ديال الكاكاو ها هي كملت. صافي كندخلوا هذا الكاكاو في الخليط ديال البيض، التركه جاو من المدرسه. صافي عقب منين دخل الكاكاو، مرحبا اهلا على السلامه. شطاري شطاري شلتك مع القرايه؟ الحمد لله. اش عدلت؟ صافي نفس الطريقه اللي نعدلها الجيرت الدقيق. بسم الله شي بدل الكتوبه. نفس الطريقه اللي نكمل جيرت الدقيق. كنحاول نجيب هذاك اللي في الحاشيه باش ما ينكبلي برا. كنخدم في نفس الاتجاه. كنخليت واحد القدر ديال الكوتشاره ديال الدقيق باش ندير عليه الخميره، حتى الخميره هون اللي هي نغربلها، لانها ملي كتبقى سمو مده طويله في هذا السمو تخاف تعدل لنا كويرات. هذه معها وحده معلقه خاصها تعود كبيره، كوتشاره خاصها تعود كبيره قدر 7 غرام. هذه الخميره الثانيه نضيفهم نكبهم فوق هذاك الدقيق. صافي نزيد الخميره الثالثه ونرجع لكم. المقياس ديال الخميره هو هذا، كوتشاره ملانه. صافي نخلط ندخلها بالشور بحال هاك. هذاك اللي في الحاشيه كنحاول نرفد شويه ديال الكيكه ونمسح بها بحال هاك باش ينسجم ويمشي في نفس الاتجاه، ما نمشي في الاتجاه المعاكس باش ما نخسر الخميره. كانت اتصلت بي واحد الصديقه قالت عنها الكيكه ملي كطيب لها محدها في الفران كطيب كطيب طياب صالح ومنفوخه وزينه. اون فوا قالت كتخليها تبرد حتى هي موظفه، اون فوا كتخليها وترجع لها من بعد كتجي كتجبرها طاحت. قلت لها السبب هو على انك كترفديها من الفران مباشره وكتحطوها على الارض بارده، على الدص او على عفوا على البوطاجي بارد. دائما الكيكه من مرقها كنمرقها نفرش لها الثوب ونحطها ونغطيها بواحد الثوب اخر يعود رقيق. بهاي الطريقه هذه ما كتخسر لكم تبارك الله. صافي شتو العجينه او عفوا الكيكه هو هذاك المقياس ديالها شتو. صافي ما عليا درك الا نكبها. الطريقه ديال بحال اش كنكبها راني قط نعدتها لكم، خاصها تبين الفوق وحنا كنكبوها بهاي الطريقه هذه باش يدخل لها الهواء. صافي لينا مسح هذا البانيو ونعدلها الطيب في الفران. طبعا الفران قادين غير تحت وخلوها حتى 20 دقيقه تقريبا 15 دقيقه حتى نعرفوا عنها طابت من تحت، عاد نشعلوا عليها من الفوق. باش لينسقوا الكيك هذا عقب منين نحسوا عنه وجدنا كنعدلوا قطع ديال السكر القياس اللي بغينا ولا سنيده حبيبات سكر حبيبات. كنعدلوا جيره ديال المحامي سخون المحامي ها كننباس. صافي اما كنطيب القهوه في الكوكوت الخاصه بالقهوه، اما كنعدل هذه العمليه هذه كنعدل القهوه سريع الذوبان كوتشارتين صغارات عامرات، كندير معاهم السكر وكان ما ننسى النكهه
ديال الكابوتشينو. هاد النكهه راهي غير اضافيه زدتها انا الطفيلات اللي ما عندها ممكن جدا ما تستعملها. انا كتعجبني مع الكاكاو حتى التركه كتعجبهم مع الطيبه ديال الكاكاو ديال الشكلاط. صافي غنذوب هذا الكيكه راهي وجدت لي صافي ما فتمرقتها من الفران لان مرقها حالا مباشره من مرقت الكيك هون بما انا درت السكر باش ما يبقاو لي حبيبات فوق الكيك كنسقيها بهاي الطريقه وهي حاميه. شتوها صافي ونخليها حتى تبرد. بالنسبه للتزيين اي سيده تزينها بالطريقه اللي بغات. انا اللي نزينها بشويه ديال الشوكولات وياورت طبيعي اللي نخلطهم ونكبهم عليها ولكن حتى تبرد وتشرب لي هذاك السيرو اللي سقيتها به. صدقوني طالعه منها واحد الريحه ديال الكابوتشينو والكاكاو والشكلاط والقهوه روعه ما شاء الله. انا قبضت شي من الشكلاط وذوبته وزدت له ياورت طبيعي صافي نحركهم هون ولا نصبهم على الكيك منين بردت ونقدمها بالصحه والراحه. وها هو شكلها النهائي هو هذا. كتجي رطبة ولذيذة في المذاق. رطبة بزاف شتوها يعني هكا تنسقى مزيان. هذا الكيك اللي وجدت معكم هو هذا. زينته من فوق بحبيبات الشكلاط من هون خسرها عليا الطفيل الصغير قطعها لي معليش انا معدلتها لهم هما. هذه هي الحلقه ديالنا ديال اليوم. الى عجبكم الحلقه ما تنساوني في الجيم وفي لافوني وني بكم والى حلقه قادمه وان شاء الله نعاودها معكم وهي في ابيض ما فيها الكاكاو.